يا مساء الفل والجمال والصحه والسعاده على احلى الناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، واهلا بيكم في حلقه جديده. ودايما حلقات يوم الاحد بتكون مميزه جدا. ليه بقى؟ اكلات تراثيه شعبيه، بس النهارده يا جماعه اكله مصريه اصيله. عايزه اقول لكم بتظهر كده حبه في السوق وبعدين تختفي، واول ما تظهر لازم اجيبها واعملها. عايز اقول لكم ناس كتير نسيوها، بس ده دورنا ان احنا نفكركم بيها. فاستنوا حلقه جامده جدا بعد الفاصل، استنونا. مع بوكيه الخبيزه يا جماعه، النهارده هنعمل احلى خبيزه. اكتشفت ان في بيوت كتيره ناسينها، هم اساسا تقريبا نسوا ان في حاجه اسمها خبيزه. بس زي ما قلت لكم ده دورنا ان احنا نفكركم بالحاجه، مش نعلمكم ابدا. دايما بقول ان المطبخ يعني طبعا في ناس كتيره بتبقى محتاجه ان هي تتعلم حاجات كتيره، بس انا بحس ان انا مش انا يعني مش انا اللي بعلم، لا طبعا انا بتعلم منكم، بس انا بحاول دايما افكركم، اقول لكم شويه حاجات انا كمان متعلماها زيكم، شويه حاجات حسيتها من نفسي كده وانا بعمل بيها الاكل. الخبزه دي بقى يا جماعه مكانها جوه قلبي، مش عايزه اقول لكم بحبها حب غير عادي، وعايزه اقول لكم غنيه جدا جدا جدا. البوكيه ده عايزه اقول لكم ارخص حاجه ممكن تشتروها، بس عايزه اقول لكم ان هو يعني مليانه فيتامينات ومعادن، وحاجه حلوه قوي قوي ان احنا نفتكرها ونفكرها لاولادنا. وعايزه اقول لكم هيحبوها لو عملتوها بالطريقه دي. طيب النهارده الخبيزه هنعمل جنبها شويه رز حبه وحبه، شويه رز ابيض، شويه رز بشعريه، زي ما انتم عايزين. انا بالنسبه لي شويه رز حبه بحبه، وهعمل جنبها طاسه لحمه محمره. الخبيزه مش هحط فيها لحمه، الخبيزه يعني انا بحبها كده قرديحي. وعلى فكره الاكل القرديحي طعم جدا، وهتفتكري عشان ما حطيتيش في حته لحمه ولا مش جنبه حته فرخه يبقى طعمه وحش. بالعكس الخضار يا جماعه في حد ذاته هو حاجه مفيده جدا جدا لينا ولولادنا، ما نستهونش بيها. حته اللحم ماشي مهمه ولا حته فرخه مهمه، بس على فكره في ناس عايشه من غير لا فراخ ولا لحمه، وعايزه اقول لكم صحتهم احسن مني ومنك، احسن مني ومنك بجد. الناس اللي هم عايشين على الاكل النباتي وبس صحتهم حلوه جدا جدا، بشرتهم حلوه جدا جدا، ولكن هم مهم ان هم ياخدوا شويه فيتامينات اللي هي البي كومبلكس عموما، علشان البي دي مش موجوده في اي حاجه تانية غير اللحوم والبيض والدواجن والحاجات دي كلها. النهارده هنعمل ايه؟ خبيزه. خلاص صورتوني معاها؟ طيب اول حاجه عشان اعمل الخبيزه دي انا هعمل الرز الاول عشان يستوي معايا. خلاص طيب الرز انا ما قلت لكم هعمله حبه وحبه. طيب مقاديري ايه؟ يلا بينا. وقولوا لي بقى بتحبوا الخبيزه؟ بتعملوها ايه؟ نسيتوها؟ طب بتعملوها بتاكلوها ازاي؟ يعني انا مثلا بحب اكلها بالعيش المحمص، كمان العيش الملدن. بصوا بقى الطقوسي في اكلتها، اجيب شويه خبيزه على شويه رز صغيرين جدا واكلهم بالعيش المحمص. بصوا يعني اكله تحفه بطريقه غريبه جدا. قولوا لي انتوا كمان طقوسكم في الاكله دي. وبعدين هي شتويه صرف، فتعالوا بقى نقول وصفه الرز عندنا هنا هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه عندي هنا 4 كوب رز مصري، عليهم ملح وفلفل اسود، اوكي، عليهم حبهان، وعندي هنا كمان ورق لوري، سمنه بلدي طبعا، ممكن زيت، وكمان عندي هنا زيت تاني. عندي هنا هعمل الرز الحبه وحبه، 4 كوبايات رز مصري يتاكل حيف، عليهم ملح وفلفل اسود، حبهان، ورق لوري، سمنه بلدي، وزيت. هروح حط عندي هنا الحله، وعندي برطمان السمنه البلدي الخطيره اهي، واخد منها معلقه حلوه، خلاص، واحط عليها شويه زيت. ليه طيب زيت؟ عشان انا بحب دايما الرز يكون مفلفل، عمري 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 ما اعمله بسمنه بس ولا زبده بس، لازم شويه سمنه على زيت.
فلفله الرز كده رقم واحد لازم يتعمل، ان هو ما ينفعش سمنه بس، خصوصا في السقعه دي سمنه بس، يعني هتلاقوه اول ما يبرد يجلمس كده مع بعضه، لكن لازم ملح، لازم زيت وسمنه وملح. ليه بقى؟ عشان انا هحمص، هحمر اهو حبه حلوين كده، عايزينهم يتحمروا بسرعه ويبقوا مفلفلين، برضو الملح اهو عايزه اقول لكم بيتحمروا بسرعه ويبقوا مفلفلين بشويه الملح دول اهو. ونقول الو يا شيرين. الحبه التانيين عندي. ها طب يا شيرين، لحد ما تكلمينا تاني، انا دلوقتي عملت ايه؟ اول حاجه علشان اخد رز مفلفل حبه وحبه فعلا كما قال الكتاب، لازم سمنه على زيت، ما ينفعش سمنه لوحدها ابدا، سمنه اول ما هتلاقي على طول الرز برد قفش في بعضه كده وما سابش بعضه خالص، لازم زيت، علشان الزيت هو طبعا غير السمنه خالص، هو دايما في حالته السائله، ما فيش زيت بيتحول للحاله اللي هو المتجمده دي، فالزيت في حالته سائله، حطيناه على النار استوى هو حالته سائله، فبيخلي الرز مفلفل معايا. استنى طبعا عشان تديله طعم. طيب مهم جدا احط ملح علشان يتحمر معايا بسرعه، وكمان الملح عايز اقول لكم بيطعمه لي كده مع السمنه والزيت. طيب نقول الو يا رحاب. الو، ازيك يا فيفا؟ يا رورو. ايوه ازيك يا فيفا؟ علي انا عايزه صوت هنا. عامله ايه يا رورو؟ الحمد لله. اخبار حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. هتقولي الصوت هنا. انت اخبارك؟ انا حضرتك الله يخليك يا الله يخليك يا فيفا، الحمد لله. قولي لي يا رورو، بتحب الخبزه قد ايه ولا نسيتيها؟ لا والله انا نسيتها. نسيتيها؟ اه. كنت بتاكليها زمان؟ اه كنت باكلها زمان. طيب وايه اللي نساها لك يا رورو؟ قولي لي بس كده. انا بحب حضرتك قوي يا فيفا ومتابعه حضرتك. يا حبيبتي نورتيني وشرفتيني. الله يخليك يا فيفا. انا مبسوطه اني سمعت صوتك. انت بتكلميني منين؟ انا من نجا حمالي. اهلا بيكي يا حبيبتي وبكل اهل صيد. بس عندكم خبيزه صح؟ اه عندينا. صح. طب انت لازم تجيبيها بقى ان شاء الله يا فيفا. ان شاء الله. ماشي، وتقولي لي رايك فيها بالطريقه بتاعتي. ان شاء الله يا فيفا. كنت عايزه اقدم اهداء لاختي هبه بمناسبه عيد ميلادها. اتفضلي. عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه، ويا رب تحقق كل امنياتها وتكون سنه سعيده عليها ان شاء الله. حبيبتي سنه سعيده عليكي وعليها، وربنا يخليكوا لبعض، وكل سنه وهي طيبه وبال مليون سنه. ومبسوطه جدا جدا ان انت اخترتي برنامج بتاعنا علشان تعيدي على اختك حبيبتك. الله يخليك يا فيفا، شكرا خالص. حبيبتي نورتيني، وكلميني تاني يا رحاب. ان شاء الله يا فيفا. ماشي يا روحي، مع الف سلامه. طيب شفتوا بقى ان في ناس نسيها؟ اهل الصعيد نفسهم نسيوا الخبيزه. يا جماعه دي خطيره، طعمها تحفه. عايزه اقول لكم ان بجد بجد انتوا لو رجعتوا كده افتكرتوها وعملتوها هتتبسطوا بيها قوي. طعمها في حته تانيه. لا سبانخ طبعا خطيره، بس الخبيزه لا هي سبانخ ولا هي ملوخيه. الخبيزه كده خبيزه، لا هي سبانخ ولا هي ملوخيه. طيب معانا تليفون تاني صح؟ وتعالوا بقى نقرطف او نقطف عندنا هنا الخبيزه، ونقول الو يا عم حسين. يا مساء الفل يا شيف. ازيك يا عم حسين، عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامله خبيزه يا عم حسين. الله ينور عليك يا شيف. الله يخليك. ولسه ما افطارك والله. تسلم لي. قول لي عندكم الخبيزه في اسوان؟ ايوه. بتجيبوها ولا ناسينها؟ لا بنعملها بس مش على طول، لان الاكلات الاكلات العاديه يعني بنعملها على طول يعني. لا انتوا لازم ترجعوا تاني تجيبوها بقى وتاكلوها وتعملوها على طريقتي يا عم حسين. ان شاء الله باذن الله. قول لي طيب بتاكلها بتحبها بايه؟ برز بشعريه، بحبه وحبه؟ برز ابيض. برز ابيض. ايوه كده. ايوه كده بقى. ماشي يا عم حسين نورتني. مع الف سلامه. طبعا بغسلها ماشي بعد ما بقرطفها او بقرطفها احنا هنا طبعا علشان الهواء، فغسلينها الاول وسايبينها تنشف في فوطه علشان ما تنشفش، لان دي مش ملوخيه. خلاص بتنشف الاول، وبعدين ايه ريحه الايه الرز طلعت جت له جري.
طيب انا حاسه ان انا بشتغل في البيت والله العظيم، حاسه ان انا بجري الجري اللي انا بعمله في البيت بالظبط. انا كمان كده في البيت، تلاقوني ايد هنا وايد هنا وايد معايا في التليفون عادي جدا وايد مع الولاد. حاضر كده حلوه، شلتها خالص، ربنا يخليك. طيب عندي الخبزه هنا بقى، بجيبها زي ما انتم شايفين بقرطفها اهي بالطريقه دي، او بقطفها، بشيل الورقه بتاعتها واقول الو يا هيام. ازيك يا شيف؟ ازيك يا هيام، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه. كلميني منين يا هيام؟ ازيك؟ اه بقى خط الصعيد النهارده، احنا حولنا التليفونات على الصعيد. حبيبتي منوراني. انت وكل اهلنا في سوهاج. سلام يا رب. قولي لي عندكم خبيزه؟ هو عندنا بس انا عمري ما اكلتها. دي خطيره، دي تحفه، هجربها ان شاء الله. دي بصي بتتشرب كده بالمعلقه، ها، تتحط على الرز وتتاكل بعيش بقى، عارفه العيش الشمسي بتاعكو، يا نهار ابيض على حلاوتها دي. هجربها ان شاء الله. جربيها وهستنى رايك يا هيام جدا. تسلم يا سيف. ممكن طريقه عمل عجينه البيتزا؟ اه طبعا، عيني يا روحي اقولها لك حالا. تسلم يا رب. ماشي، وسلمي لي على الصغنن اللي جنبك. ماشي يا سيف. ماشي يا روحي، ربنا يخليهولك يا حبيبتي. على فكرة أنا بحب جدا، عادي جدا أسمع صوت الأطفال جنب أمهاتها وما بتضايقش أبدا، بالعكس ده أنا ببقى يعني شاكرة ليكي جدا 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 إن أنتي معاكي بيبي وقاعدة وبتتفرجي وبتكلميني كمان، دي حاجة أساسا يعني أنا يعني أبقى ممتنة ليها. أنا عندي هنا الرز بيتحمر، وإيد هنا بتقطف عندي الخبيزة، وودان وبق بيتكلموا معاكم. طيب انا بحب اعمل، انا بعمل زي ما بعمل في بيتي، انا بحب اعمل الخبيزه من غير لا لحمه ولا فراخ خالص، عادي ممكن استخدم مرقه خضروات وبعملها من غير اي حاجه. عايزين تحطوا فيها لحمه حطوا، عايزين تعملوها على مرقه لحمه اوكي، ولكن انا بحبها كده جدا، واللحمه بره او البروتين بتاعنا بره بقى. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. بتتخرط زيها زي الملوخيه، بس ممكن تكون يعني خشنة أكتر من الملوخية، عندنا تكون خشنة بس كده أكتر شوية، لكن هي نفس إيه الملوخية يعني. برضو هروح جايبة عندي هنا، بصوا بقى، بجيب السكينة بتاعتي أهي عشان هي حافظة مكانها هنا ما لقيتهاش. وبعمل إيه في الأول؟ بصوا بجيب كده كله أهو واجمعه، وايه اروح مخرطاه، ما كبسهوش. جدتي بقى كنا ننزل لها الملوخيه دايما، لما انا بعمل ملوخيه او خبزه لازم اقول لكم البق ده، وكانت جدتي كانت تعمل السكينه كده، ها مش عارفه ازاي كانت تعملها، وتروح عامله كده كده. انتوا متخيلين الملوخيه كلها كانت تخرطها كده وكانت تنعمها خالص، عمرها ما عورت نفسها. وعلى فكره هنلاقي جدتنا كلهم كانوا بيعملوا كده، كانت ماما، احنا كانت جدتي الله يرحمها، احنا قاعدين في بيت واحد في شبرا، فكانت ماما قبل ما تعمل الاكل تقول لي نزلي ملوخيه لجدتك علشان تخرطها، كانت تعمل كده. عايزه اقول لكم كانت بتطلعها ناعمه احسن من نعومه المخرطه. المخرطه دي ما طلعناهاش غير الله يرحمها جدتي ما ايه راحت عند ربنا، غير كده لا ما كناش بنخرط ابدا بالمخرطه ابدا ابدا. طيب بصوا عندي هنا خلاص الرزايه اتحمرت، اروح حط عليها الرز التاني ومقلبه. في ناس بقى ها يروحوا مطلعين شويه الرز المحمصين دول وملقطينهم شويه، ها ماشي، انا وعيالي، انا وعيالي جدا نحب الشعريه متحمره، نحب الرز متحمر، نلقطه كده شويه وبعدين نحط الرز. وبعدين هحط هنا حبهان مطحون وورقتين لورا، وطبعا الفلفل الاسود، خلي بالك انا حاطه الملح. خلاص هحط الميه، وعوزتي بقى تاني احتاجتي ملح هتحطي تاني. يا مدام جيهان، عسل يا عسل يا روحي، ازيك عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشاني جدا. انت وحشاني جدا، وبعدين
سبت لك النمره واستنيتك تكلمتيني فانشغلتي كعب. طب حقك مش مهم. طب امانه لا وحياتك ما وصلتني ما وصلني رقم ممكن يكون نسينا فعلا انا اخده انا اسفه. لا عادي هتنسى. انا اسفه. المهم انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حياتي انت عامله ايه اخبارك؟ والله الحمد لله في نعمه من ربنا. وحشاني جدا. ربنا يخليكي ولادك وكلكم عاملين ايه حلوين؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله. والصيام عامل ايه؟ عامل عمايله معانا. خلاص خلاص قربت بقى بلاش. طب صدقيني الايام جريت جدا احنا. بسم الله ما شاء الله يعني عارفه لله. الوقت جري بسرعه يعني. ربنا يا حبيبتي يرزقنا البركه حبيبتي. في العمر والصحه والرزق وكل حاجه. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويديكي الصحه. وتسلم اختياراتك الحلوه. حبيبتي ربنا يخليكي. حلوه قوي قوي قوي. انا من الناس اللي بتحب الخبيزه جدا على فكره. احكي لي بقى كلميني عنها وبتاكليها ازاي؟ باكلها عادي. اولا انا ما بحبش الخبيزه يتحط معاها فراخ. ايه ده زيي. زي ما بتبقاش طعمها حلو. صح. ما بتبقاش طعمها حلو. هي حلاوتها كده. هي بتتعمل كده ممكن تاكلي جنبيها لحمه عادي بقى يعني. انا بحب اكل جنبيها اللحمه اللي هي بتبقى معموله بشويه تومه صغيره كده مع معلقتين زيت زيتون وخلاص. تصدقي ان ده اللي انا هعمله النهارده؟ بجد؟ وحياتك حبيبتي. طاسة لحمه محمره بس كده. ايوه بتبقى حلوه قوي قوي يعني قوي. بصوا يا جماعه هنلاقي كل البيوت زمان شبه بعضها. وبعدين الرز بقى انا مش بعمله حبه وحبه، انا بحط الرز كله يتحمر، لما بيطلع كله على بعضه مصفر شويه. مش الله الله. فهماني ازاي؟ حلوه دي. بتبقى حلوه قوي. او بعدين باكل زيك بقى، بلاش فضايحه على الشاشه بقى. احكي لي. لا كلميني، اصل انا مش عايزه اقول لك الاكله دي بعشقها. وبعدين بلاش هي موسميه. عشان كده مش كويس كده كده الناس هتتضايق. برضو شويه خبزه على شويه رز صغننين وبالعيش. ولو كتروا الرز شويه مش مهم. مش مهم بالعيش. المهم اسكتي بقى. انا بحب الخبيزه كده والملوخيه كده. انا كده جدا جدا. فعيد بقى عشان الناس دلوقتي وفضحتنا على الشاشه. والباميه على فكره انا اي خضار باكله بالعيش. والله عندي كل الخضار بحبه بالعيش جدا ما عدا القلقاس. لا انا اصل الحاجات دي بحب العيش المتحمص. انا معاكي قوي. وبعدين قوي. الملوخيه بخلي العيش عليه شويه كزبره وهو بيتحمص. الله عليكي. الـ 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 الخبيزه والحاجات دي لما بعد ما بتقفلي كده النار حطي شويه شويه من السماق لو كان فيه على العيش. ايوه يبقى تمام التمام. بيديله مزازه إيه؟ وانت بتاكلي. احنا لينا اكله مع بعضينا. بس يا شيخ حرام عليكي. بس كده حرام عليك. حرام كده بصراحه. ربنا هيحاسبك. لازم ناكل مع بعضينا. لا ذوقنا واحد قوي قوي. لا لا اصل ده بصراحه اكل جميل جدا جدا جدا. تعيشي وتعملي. يا رب وانتي تعيشي ويتعاد عليكي الايام بخير وعلى اولادك وعلى جوزك ومامتك وكل اللي بتحبيهم. يا رب وكل الناس يا رب طيبين وبخير. وربنا يجعلها ان شاء الله السنه اللي جايه سنه تعود على الجميع. يا رب يا رب سنة سلام بقى يعني ونخلص من الكابوس اللي اللهم احنا فيه. امين. ده يا رب. ربنا يجبر خواطرنا جميعا. أمين. يا رب. يا رب ويحقق لكل واحد اللي هو عاوزه يا رب. أمين. بحاوله وبقوته. أمين. يا رب. امين يا رب. وحلو اللوك اللي انت عاملاه ده. حياتي خليكي ليا بجد حبيبتي. لا بجد ما شاء الله ربنا يبارك. البلوز حلوه جدا جدا. حلو اللوك قوي. انت قمر. ده دريس. ده دريس. والله اجيلك الناحيه دي اوريهولك. ايوه اجيلك الناحيه دي اوريهولك. ايوه مش كده بقى. خلينا نشوف الطول. حبيبتي ربنا يخليكي ما تحرمش منك ابدا. وانتي كمان يا رب. ومن جمال قلبك ومن مداخلتك يا حبيبتي. يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه وكلكم طيبين يا عينيا. وانتي طيبه وربنا يخليكي دايما سامعين صوتك بكل خير. وانتي بقلب خير. وسيبي لي رقمك ارجوكي مع استاذ ضياء. حاضر. ماشي بعد اذنك يا ضياء وحياتك ما تنسيش. طيب المكالمات الحلوه دي يا جماعه مع الاكله الحلوه دي. بصوا احنا نخلص وناكل بقى. طيب انا عملت ايه؟ عملت الرز، قطفت الخبيزه زي ما انتم شايفين كده اهو عماله افرمها. ماشي. وانا قلت لكم ان انا بطلعها خشنه شويه مش ناعمه قوي ولكن برضو مش خشنه قوي يعني هي حبه بعد ده شويه وخلاص كده. طيب ايه رايكم نروح لفاصل نرجع نبدا في اللحمه والخبيزه علشان كل اكلنا يخلص مع بعضه. استنونا. Thank you.
خبيزه جيهان. الخبيزه دي عايزه شويه لحمه بتومه، هو ده اللي هعمله النهارده. اول حاجه كده هعمل طاسه لحمه محمره. مقاديري ايه؟ تعالى اقول لك. اول حاجه عندي هنا لحم مكعبات، مهم جدا انها تكون مش قاسيه، يعني الكولاتا حلوه جدا. لو فيليتو طبعا هتبقى حلوه قوي قوي، حلاوتين زياده 3 4 5. لو هتكون ريب اي انتركوت الحاجات دي كلها هتبقى رهيبه. طيب هعمل ايه؟ هروح حط عليها مستكه وسمنه، ورق لوري وحبهان مطحون، وملح وفلفل اسود، رشه جوزة الطيب وتوم، وشويه ميه سخنين، وبس بقدونس للتقديم. تاني عايزه اقول لكم خطيره، تتحط في عيش، تتحط مع الرز، تحفه رهيبه. عباره عن ايه؟ لحم مكعبات معايا مستكه وسمنه، ورق لوري، حبهان مطحون، شويه ميه سخنين، ملح وفلفل اسود، رشه جوزة الطيب، وللتزيين بقدونس مفروم. برضو شويه اهو زيت زيتون، وزي ما قلنا شويه زبده مع الزيت اهو. مهم قوي اللي انا بعمله ده علشان لما احط اللحمه بتاعتي تعمل صوت التش، مهم قوي. ليه؟ علشان تفضل حته اللحمه بتاعتي عمرها ما تكون بتشد ولا ماسكه ولا ناشفه ولا عارفين اللي هي تبقى كده زي الكاوتش تحت بقنا خالص. يا جماعه اللحمه محتاجه بس ان احنا نسويها حلو. هنسويها حلو ازاي؟ لما نحط الطاسه تسخن عندنا كويس جدا، نحط الماده الدهنيه عندنا تسخن كمان كويس جدا، نبدا نحط اللحمه بتاعتنا. الله، اسمع صوت المزيكا ده اهي. انا كده بعمل ايه؟ بقفل مسام اللحمه عندي فتستوي سوا حلوه قوي، ما تنزلش ميتها. طيب هي لو نزلت ميتها يا بيبي ايه اللي بيحصل؟ للاسف العصاره بتاعتها بتنزل، والعصاره دي هي اللي بتحافظ على طراوه انسجتها وهي اللي فيها الطعم. عايزه اقول لكم اللون الروزي اللي في اللحمه ده مش دم يا جماعه، احنا عارفين ان الدم بيتخسر في اللحمه بعد 3 4 ساعات من ايه؟ من الذبح اهو. وبعدين الريحه، طب بامانه بامانه بامانه، مش انا مش حاطه اي حاجه لا ملح ولا فلفل اسود لسه، ريحه اللحمه يا جماعه حلوه لوحدها كده. اروح حاطه بقى فص مستكه هنا كده وهنا يدوب مع الحاجات الحلوه دي، رشه حبهان اهو، الله، رشه جوزة الطيب ماشي، ورقتين لوري، حاضر، ورشه الفلفل الاسود بتاعتي، ورشه الملح، ونقول الو يا اميره. أهلا يا حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا أميرة، عاملة ايه؟ بحبك جدا جدا جدا، كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. ويا مقبول، ربنا يتقبله يا رب، ربنا ويجعله عيد جميل علينا وعليكم دايما وسعيدة علينا دايماً. كلنا يا رب، يا رب يكون كده سنة سلام يا رب، وتكون بداية جديدة يا رب. كل حاجة بتعمليها حلوة جدا 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 بجد، شكرا شكرا والله بجد، شكرا من كل قلبي بجد على مكالمتك وكلامك وتشجيعك وعينك الحلوه اللي شايفه الحاجه حلوه. لا بجد والله كل حاجه بتعمليها جميله جدا، بس هي الكبيزه دي انا اول مره في حياتي اشوفها. يا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه. انا عايزه اعرف يعني ممكن اجيبها من اي سوق؟ زيها زي السبانخ، زيها زي الملوخيه، زيها زي اي حاجه تانية. تمام، انا قاعده قدامي، شوفي انا قاعده ورقه وقلم وقاعده اسجل واعمل والله حياتي والله إيدي. انا أي مبسوطه حاجة، الريحه طالعه عندي جميله. طب جميله بامانه جميلة. بامانه يا اميره بدون مبالغه، الريحه خطيره بجد. صدقيني والله باينه، انا انت يا حبيبتي حاجه بتعمليها صدقيني والله سليم. كل حاجه بتعمليها جميله جميله جدا حبيبتي. جدا ربنا يخليكي يا حبيبتي. وحتى كنت عملتي طريقه بوفتيك كده حلوه، القشه ما تطلعش منه، مش عارفه فرمتي كلابوش، ممكن تقوليها لي؟ عيني انا كده عايزه اقول البيتزا والا كمان البوفتيك حالا حالا. البوفتيك تسلم ايدك، تسلم ايدك، وانا قاعده عشان انا هبعت اجيب خبيزه دلوقتي حالا، نقلب عليها الدنيا وتاكليها زي ما انا باكلها، اجيبها واعملها بقى وقت حالا بجد هتعجبك جدا جدا جدا.
هي أكلة شتوية. عشان أنت اللي عاملاها بالأمان. تسلميلي يا حبيبتي. بحبك كل سنة وأنت طيبة. حبيبتي وأنت طيبة وبجد ميرسي لمكالمتك. ربنا يخليك أولادك وزوجك شكراً. وأهلك وعيد جميل علينا عليكم إن شاء الله. أمين يا رب يا حبيبتي علينا كلنا. شكرا. ميرسي يا حبيبتي. أشكرك من كل قلبي. مع ألف سلامة يا حبيبتي. مع ألف سلامة. طيب بصوا بقى هحط إيه معلقه الثوم دي في الاخر خالص 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 بعد ما اللحمه عندي تستوي ماشي ويعني مش تستوي قوي قبل ما احط شويه ايه عندي هنا الميه السخنه حبه قليلين جدا عشان انا عايزاها تبقى محمره ومستويه بلونها ده. بصوا لونها عامل ازاي يا جماعه صدقوني كل اللي انا عايزاه دلوقتي بس علشان هو مش حيشني عنها غير بس ايه الصيام عيش بلدي عيش بلدي واحط هنا حته وبعدين اغرق اللقمه بالزبده والثوم ورشه ملح وفلفل اسود واتفرجوا على الحلاوه الاكله دي يا جماعه. انا عامله شويه رز حبه وحبه بس اساسها العيش البلدي المحمص خطيره. طيب يا ام طارق وحشتيني جدا والله العظيم. وانت ايه الجمال ده الله يخليكي يا حبيبتي انا بموت فيها. ايوه بقى ايوه بقى لقيت حد بياكلها يا جدعان مش احنا لوحدينا. والله يا حبيبتي ده انا بموت فيها وباللحمه كمان. الله بقى تعيشي وتعملي ماشي يا بيبا. نعم يا روحي اللحمه غاليه دلوقتي. معلش علينا كلنا وفي العالم كله حبيبتي كل سنه وانتم طيبين وانتي جميله بخير. حبيبتي امين يا رب وعلينا كلنا. قولي لي بقى بتاكليها ازاي احكي لي. باكلها بعيش طري. بعيش طري اه الله بقى شفتوا يا جماعه هي اكله مزاج اللي عارفها يعرف يستمتع بيها. لا بجد ده انا بموت فيها والله العظيم على طول بحبها. حبيبتي تعيشي وتعملي يا حبيبتي ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب. امين يا رب علينا كلنا يا حبيبتي يا رب كده وكل سنه وانتم طيبين جميعا. طيبه يا حبيبتي ربنا يخليكي ودايما سامعة صوتك بكل خير. حبيبتي ولادك عاملين ايه وماما حلوين الحمد لله يا حبيبتي زي الفل دايما يا رب بخير يا رب حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا ام طارق عيش واسمع صوتك دايما كده يا حبيبتي على خير. انا ما بتخلفش انا شديد القوي والله يا بيبا. حبيبتي ربنا معاكي وانا عارفه ربنا يخليكوا ليا الحمد لله يا حبيبتي منك ابدا حبيبتي ربنا يسعدك. شيرين على فكره بتكلم عليك. ايوه اتصلت تقريبا والخط قطع. ما عرفتش تكمل تاني. طيب معلش تحول تاني لا يا حبيبتي سلمي لي عليها قوي. حاضر يا حبيبتي ماشي يا حبيبتي مع الف سلامه باي يا حبيبتي. بصوا والله كاني شغاله في البيت. طيب تعالوا بقى نقول مقادير الحلوه بتاعتنا دي. ده احنا هنعمل خبيزه يا جماعه مش اي كلام. طيب مقاديري ايه بقى؟ عندي هنا ثلاث حزم خبيزه زي ما انتم شايفين كده خرطتها ما بتكونش ناعمه قوي ما بتكونش خشنه قوي. التخريطه دي اهو تعالوا شوفوها اخشن من الملوخيه قليلا. طيب اوكي ادي الخبيزه قطفتها اهي ادي الخبيزه قطفتها وخرطتها زي ما انتم شايفين كده. هحط عليها ايه بقى؟ حزمه كزبره خضراء. هحط عليها حزمه كزبره خضراء. احط عليها معلقتين كبار رز. ازاي يا بيبا؟ هي كده انا استلمتها من امي كده وهعملها لكم كده. الرز بيمسكها شويه. طيب هحط عليها ايه تاني؟ طبعا هنا مرقه خضروات حاطه فيهم ايه؟ مكعبين مرقه خضروات مدوباهم في ميه سخنه. مكعبين مرقه خضروات مدوباهم في ميه سخنه. وبعدين عندي هنا طماطميتين مبشورين خلاص. معلقه كبيره كزبره جافه. خمس فصوص ثوم. حبهان حصى. بصل وسمنه. تاني مقاديري عباره عن ايه؟ ثلاث حزم خبيزه. حزمه كزبره. معلقتين كبار رز مصري. شوربه. الشوربه مرقه خضروات يا جماعه بالنسبه لي. خمس فصوص ثوم. معلقه كبيره كزبره جافه خلاص اختياري انتوا عارفين انا ما بحبش الكزبره. معلقتين مكعبين مرقه خضروات وعندي هنا ورقه لوري وحبهان حصى وطماطم مبشوره وبصل وسمنه او زبده. طيب انا لو عندي شوربه فانا هسويها في شوربه. ما عنديش شوربه بحط مكعبين عندي هنا مرقه الخضروات وهتديني احلى شوربه. وعندي فصل
عايزين فاصل؟ طب ثواني واحط البصله. خلاص مش سامعاكم بس كويس. وبعدين هحط الرز. خلاص واحط هنا الثوم. يبقى انا حطيت ايه يا جماعه؟ حطيت البصله ومكعبين مرقه الخضروات، حطيت الثوم، حطيت الكزبره، وحطيت عندي هنا ادي ورقتين لوري، وعندي هنا حبهين مطحون. انت بتعملي ايه يا فيفا؟ انا بعمل شوربه. من الاخر انا بعمل شوربه، انا كده بعمل شوربه، وممكن احط معلقه سمنه. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انا بعمل ايه شوربه؟ بعملها ازاي؟ بحط ميه، بحط بصل، بصله حلوه كده متقطعه، بحط طماطمايه مبشوره، ورقتين لوري ماشي، بحط حبهان، وكمان بحط ورقتين لوري وكزبره. اتفقنا؟ اتفقنا. وحطيت الرز علشان عندي هنا الرز بينشيني شويه هنا المرقه. خلاص. واحط بقى الفلفل الاسود بتاعي، وكمان احط شويه الملح، وعندي هنا هحط ميه سخنه او شويه شوربه. بصوا بقى الصوص اللي هيطلع هنا يا جماعه، اتفرجوا عليه. بصوا لونه عامل ازاي، لازم تشوفوه. وعندي هنا التوم. خلاص هسيب كل حاجه بقى هنا عندي تستوي مع بعضها اهي، ونروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. ايه؟ استنونا. قلتولي بقى انا عملت الشوربه ازاي. حطيت مكعبين مرقه خضروات، بصلايه، فصين توم، حطيت طماطم مبشوره، وحطيت ملح وفلفل اسود، ورق لوري، وحبهان مطحون. وبعدين طبعا حطيت كوبايتين الرز، قصدي سوري معلقتين الرز، فرق كبير قوي، معلقتين رز يا جماعه. واحط عندي بقى الخبيزه الخطيره اهي. يا نهار ابيض ريحتها طلعت، ريحتها جباره. ممكن اعمل لها طشه، ممكن لا، زي ما انتوا عايزين. ماشي، انا بحبها كده. حط لها بس شويه ايه اهو. بصوا لونها بقى وخضرها يا جماعه، بصوا لونها وخضرها اهي. اخففها شويه، جباره. والرز بقى يكبر ويفنشر معاها وتبقى خطيره. بحب احط لها ايه زي ما قلنا، ممكن نعمل لها، معلش انا عايزه توم يا سعيد، نعمل لها طشه. عايزين تعملوا لها طشه؟ نعمل لها طشه. في طيب ماشي، تعالوا نحط كمان الكزبره اهي يا ست الكل. مش عارفه اوصلك من بدري. حبيبتي ربنا يخليكي، عامله ايه؟ ربنا يسعدك يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ وحشاني 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 والله. وانت اكتر، مش عارفه اقول لك قد ايه. عامله خبيزه بقى تستاهل بقك. بالهنا والشفا يا حبيبتي. قولي لي بتحبيها؟ اه كنت باكلها بس انا مش بعملها، كانت ماما الله يرحمها هي اللي بتعملها. طب نعيدها بقى، نعيدها بقى ان شاء الله. لازم، دي خطيره. بصي، هي في اكلات كده كانت ماما الله يرحمها بتعملها، انا ما برضاش اعملها. ربنا يديك الصحه وطول العمر. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يسعدك. بتفكرينا بايام كانت جميله قوي والله. حبيبتي والله حبيبتي، ايام والله زمان دي كانت حلوه قوي ما تتعوضش. ربنا يخليكي ليا. ولا اكلتها والله. بصي هو جو زمان حاجه تانية. اه طبعا. بس احنا بنحاول نعيش الحياه. اه طبعا. اصل الحياه دي رحله، يعني عارفه هي رحله بنعيشها كلنا. فهو الواحد بيحاول دايما ان هو يعيش الرحله بحلوها ومرها. يعني الوصول، الحياه مش حلاوتها في الوصول، ان احنا نوصل، لا، ان احنا نعيشها. اه طبعا. ننبسط بيها على قد ما نقدر. ربنا يبارك لك ويخلي لك ماما. حبيبتي سلمي لي عليها كتير، هي وحشاني قوي والله. حبيبتي يوصل. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ودايما كده منوره الدنيا كلها. حبيبتي ومتعانا باكلاتك الجميله. حبيبتي ربنا، ربنا يسعدك ويحسن ما بين ايدك يا رب. سلمي لي يا غاليه. سلامي يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج.
يا وسام واستاذ ضياء ربنا يبارك له، رنون حبيبتي وحساني والله. يا حبيبتي يا وسام، كل الكرول جميل، ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا قلبي، ربنا يخليك يا حبيبتي. وكلنا طيبين يا ست، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي ليا، ربنا يخليكي ابدا. مع الف سلامه يا حبيبتي. طيب اللحمه استوت اكيد؟ لا لسه، لو هي قطعت كولاطه، لكن لو هي انتركوت، لو هي ريب اي، لو هي فليتو، فهي استوت خلاص. طيب اعمل فيها ايه؟ بصي حب هتحط لها بق زي ما انا حطيت كده شويه ايه الميه السخنين دول، هتحطي حبه خلاص وعلى نار هاديه وتغطيها لحد ما تستوي معاكي. بصي الصوص بقى اللي طالع منها شايفه عامل ازاي، خطيره. ورشه بقدونس كده في الاخر واستمتعي بيها. عايز اقول لك حته لحمه في حته تانية هتطلع معاكي دايبه وتجنن. وعندي هنا كمان الخبيزه الخطيره، والرز استوى وزي ما اتفقنا انا باكلها ازاي. رز على عندي هنا الخبيزه وعيش. حاضر، ونقول الو يا ام دانيال. قلبي وحشاني جدا. عامله ايه انت كمان؟ وحشاني يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام، كويسين. حبايبك عاملين ايه ولادك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. قوليلي تعرفيها ولا لا؟ ما اكلتهاش قبل كده بصراحه. لا انا هكلم طنط بقى اشوف الموضوع ده معايا. انتوا ليه بتحسسوني يا جماعه ان انا من زمان قوي؟ يعني ليه كده؟ ليه ما حاسسيني ان انا من الجيل التاني قوي؟ بصوا هو انا يعني حد شويه احب اعيش قوي الذكريات يعني، وبعدين اللي هو كل حاجه كانت ماما بتعملها احب اعيدها. فانت لازم تجربيها يا ستي. لا انا يعني انا بجد نفسي ادوقها، بس انا ماما ما عملتهاش قبل كده. لا احنا نكلم ماما في الموضوع ده ونشوف ازاي ما تعملهاش لحد دلوقتي. ينفع كده يا تيتا دانيال؟ هي طعمها قريب من ايه؟ يعني سبانخ، ملوخيه؟ طعمها بصي مش هظلمها واقول ان طعمها زي السبانخ. بس هي لو هنقول هي شبه في الفصايل دي طبعا السبانخ، بس هي مش شبه السبانخ، مش طعمها زي السبانخ خالص برضو. يعني لا الرز تسلم ايديكي تحفه، انا بحبه جدا. الله يخليكي. عارفه كده انا حاسه ان انا عايزه اكل والدنيا تمطر بقى، ها، والستاره تتشد شويه ونشنكل البلكونه ونقعد على الطبليه ناكل. تسلم ايديكي بامانه، الاكل يفتح النفس وجميل جدا. حبيبتي تسلمي لي، وعايزاكي تجربيها لانها حكايه حكايه يا ام دانيال، ودانيال اوعدك هيحبها. يا حبيبتي تعيشي يا حبيبتي، تسلم ايدك يا حبيبتي، دايما كده عامله الاكلات الجميله. حبيبتي ربنا يخليكي، ودايما كده يعني بسطاكو يعني حقيقي ببقى مبسوطه جدا لما بعمل حاجه بلاقي ان في ايه ناسينها مش عارفينها. الله ببقى سعيده قوي بجد، وصفاتك كلها تحفه. وامبارح الحلقه كانت تحفه جدا، المكرونه والجزر السناكس كان حلو قوي. بصي الجزر ده انا وقفت على جنب كده لقط بسرعه قبل ما ادخل الحلقه اللي بعدها. لا المكرونه تحفه جدا، انا بحب المكرونه جدا، المكرونه دي خطيره، وبالخضار بقى في حته تانيه. حبيبتي تسلميني، مبسوطه ان عجبتك. لا تسلم ايديكي يا حبيبتي، دايما كده متالقه، ربنا يخليكي ليا. ميرسي يا ام دانيا، دايما سامع صوتك يا جماعه، ريحتها جباره. انا عايزه ادوق، بس يعني ايه عيب ادوق بكل دي، بس مضطره ادوق بكل دي علشان خلصت المعلق من غير تومه. الله رهيبه، الله يا جماعه، تتشرب تحفه 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 بجد، في حته تانيه كده. الخبزه دي طعم تاني هتعجبكم قوي. طيب تعالوا نعمل لها طشه براحتكم، انا عن نفسي انا كده راضيه قوي، ولكن لو عايزين نعمل لها طشه اهي الطشه بتاعتنا، عباره عن ايه؟ عن تومه وشويه كزبره، تومه وشويه كزبره بس كده. ونرش لها رشه ايه؟ الفلفل الاسود ورشه الملح. عايزه تحط لها مكعب مرقه خضروات برده ماشي. تومه ورشه ايه؟
كزبره خضراء. هنا بقى رشه الكزبره الناشفه تحفه. بصوا قوامها عامل ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين قوامها عامل ازاي؟ اهي اهي. طبعا ما بيبقاش فيها عرق زي الملوخيه اهو. وانا بحط لها رز، معلقتين رز، وهي كده بتتعمل بالرز. عايزين تشيلوا الرز خالص ماشي، بس هو بيربطها شويه. خلاص بس كده. تعالوا نحط كمان عندي هنا طبق الرز المفلفل الخطير. وزي ما قلت لكم يا جماعه، ضروري جدا 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 ان احنا نعمل الرز دايما بايه، بشويه، حتى لو هتعمليه بسمنه لازم شويه الزيت. ليه شويه الزيت دول؟ بيفلفلوا لي الموضوع حبه وحبه فعلا، زي ما بقول لكم حتى لو بشعريه يطلع معاكي مفلفل. وهبقى اشوف موضوع مدام جيهان. حاضر. انها قالت ايه يا جماعه؟ ممكن جدا ان احنا نحمره كله مره واحده، برده حلوه دي. تعالوا بقى نقدم، نجيب ايه حاجات نمسك بيها، وبعدين نحط الطشه على الوش. قلت لكم اختياري. بصوا بقى قوامها، الله، بصوا خضرها خطيره تحفه، وطعمها في حته تانية. وادي الثوم عندي بالكزبره، ازود لها. طبعا عايزين تعملوها بسمنه، عايزين تعملوها بزبده، اكيد انتوا حرين. ماشي اهي. طبعا دي صيامي طالما بزيت او سمنه نباتي. صيامي صيامي يعني طالما بزيت او سمنه نباتي. حطينا اللحمه جنبها خلاص بقت فطار. وعلى فكره انا مش عاملاها مثلا عشان هي صيام، لا، هو احنا طول عمري، حتى هي مدام جيهان قالت لي لا احنا بنعملها لوحدها من غير اي حاجه، وبنحم اللحمه جنبها او بقى الفراخ ايه جنبها. وتعالوا ريحتها طلعت، احطها كده على الوش، وادعوا لي الف هنا وشفا. انا متاكده ان انتوا لو جربتوها حقيقي هتقولوا احنا كان فايتنا كتير قوي قوي. النهارده عملنا احلى طبق خبيزه يستاهل بقكم، بسيط ما فيهوش اي حاجه. الخبيزه يا جماعه غنيه جدا جدا، اكله طبعا بتبقى شتويه لانها الخبيزه بتطلع في الشتاء، نقدر نفرزنها زي السبانخ زي الملوخيه وتفضل معانا طول السنه. عملنا جنبها طاسة لحمة محمرة بالثوم وشوية رز حبة وحبة. ودي كانت حلقة النهاردة. من قلب قلب قلبي مبسوطة، مبسوطة بالأكل، مبسوطة بمكالماتكم، لأن حقيقي أنتوا اللي بتدوا روح تانية للحلقة وبتغيروا فعلا المود. شكرا ليكم، شكرا أن أنتوا حقيقي أساس البرنامج ده، شكرا أن أنتوا أساس نجاح البرنامج ده. بحبكم من كل قلبي وحقيقي ممتنة ليكم، وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله من واحدة لاتنين والإعادة الساعة 4 صباحا. بحبكم من كل قلبي. باي باي.